أهم توقعات الفلك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الثالث من شهر نيسان أبريل 21. بدل لك عزيز الجوزاء أنه أنت يمكن استفدت من أجواء مالية بأول هالأسبوع، يعني بين 11 و13، يعني لا يوم 3-13 أو على الأخص بين الأحد 11 والتنين 12. بس الفترة الأفضل يلي رح تكون بها الوقت بها الشهر بتوقع بين يوم الجمعة 16 والسبت 17. تذكر وسجل عندك، بين الجمعة 16 والسبت 17 بتتلقى عرض أو مفاجأة أو بتلاقي حل لمشكلة سابقة لإلك بها الفترة. بس المجال المهني رح يمليك فرح ابتداء من يوم الخميس 15. بتتكافئ جهودك وبتطل على ترقية أو تكلف مسؤوليات جديدة بتزيدك فخر وإعجاب بنفسك. إذن هالأسبوع جيد. كوكب مارس لمعلوماتك بينتقل لبرج الثور ب 15، يعني بنهار الخميس 15 بتخف حماستك شوي، أنت بتحس حالك أنه هيك همت شوي لأنه موجود هالكوكب بمنزلك الثاني عشر. بس الوحي بيضل زاخر بالأفكار الجيدة والتطلعات والحدث لتاريخ 23. يعني شو ما صار ولو خفت حماستك بس في وهج موجود بحياتك وفي مسؤوليات جديدة مثل ما قلنا، وبين 16 و17 في عندك مفاجأة، يعني ما في يوم مش جيد. الفترة الواقعة بين 15 و17، يعني بين الخميس 15 والسبت 17، مهمة لجهة أثر بتتركه على شركة أو على مؤسسة. شو أنت كتير عندك تأثير بهالأسبوع؟ تنفتح بين 18 و19، يعني بين السبت 18 والأحد 19، على أفكار جديدة ومهمة، وبتستفيد من لقاء مع عدد مختلف من الناس من يلي بتعرفهم لحديت هلأ. جوبيتر بيسهل تطور أمورك وأعمالك ابتداء من يوم الاثنين 19. تتحمل مسؤولية كبيرة حتى ولو كنت مضطر تتراجع يمكن عن موقف أو عن قرار بعلاقة شخصية. يمكن تبوح ببعض المعلومات المهمة لشركاء لإلك أو لمتعاونين بين يوم 23 ويوم 4 21.